ببصمة إبهام أو رمز بسيط أو بمجرد بطاقة رقمية تستعرض جميع بيانات الأستاذ والطالب على منصة الإدارة الرقمية. ربطنا فيها ما بين الطالب والأستاذ. عندنا الأستاذ لما يدخل المنصة راح يوجد قائمة الطلبة، راح يوجد الأفواج والمجموعات الخاصة به، راح يوجد جدول التوقيت يقدر يعني يقوم بطباعة جدول التوقيت آليا. الطالب نفس الشيء يطلع المحاضرات، يطلع الأفواج اللي راه تابع لهم سواء كانت أفواج أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية. رقمت الوسائل البيداغوجية بحيث أنه يعني كانت راح تكون عندنا المعهد يعني مراقب بكاميرات، يعني راح تكون عندنا خلية مراقبة كنترول يعني انسال دو كنترول، يعني كذلك الأبواب جميع راح تكون عن طريق الرقمنة بالنسبة للطالب والأستاذ. استخدام الذكاء الرقمي وتعميمه على كل الهياكل الجامعية أصبح ضرورة حتمية لتحسين التحصيل العلمي. الرقمنة هي يعني مبادرة جيدة وكنا ننتظروها يعني من قبل. هذه يعني تسهل الإجراءات تاع الدراسة، ظروف الطالب تكون يعني فيها عدة تسهيلات، ويعني ننتقل للمرحلة الجديدة إن شاء الله. قمنا بتدشين فضاء رقمي حرم ذكي رقمي تعاوني ذكي في مجال التواصل وكذلك ذكي في مجال الإدارة. قطاع التعليم العالي أنهى عملية رقمنة العمليات الخاصة بالبيداغوجيا، تلك المتعلقة بمسار الطالب وأعضاء الأسرة الجامعية، إضافة إلى رقمنة الخدمات الجامعية.